جدد يضافون إلى رجال القوات المسلحة دفعة جديدة اليوم من الكليات الحربية والمعاهد العسكرية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخرجها تزامنا مع ذكرى 66 لثورة 23 من يوليو التي ستحتفل بها مصر غدا. دفعة جديدة من مصنع الرجال ومن رجال القوات المسلحة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حضور عدد من قادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومجموعة من كبار رجالات الدولة تخرج هذه الدفعة الجديدة، حيث كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلاب الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية. ألقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة، ولعل أبرز ما جاء في هذه الكلمة التأكيد على أهمية الانضمام للقوات المسلحة، وأن هذا يعتبر شرف لا يضاهيه شرف في الوطن. وتحدث وقال إن مصر تواجه خطرا كبيرا في هذه الفترة، طالما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرات سابقة، قال نحن نواجه خطورة تدمير الدولة من الداخل، وتحدث أن هناك الكثير من القوى التي تعمل على تدبير المؤامرات ومحاولة هدم ثقة المواطنين بالدولة ومحاولة حرمان المواطنين من الأمل وبث العمليات الإرهابية والفوضى والشائعات. وذكر سيادة الرئيس رقما، قال إن في 3 أشهر فقط، 3 أشهر السابقة، نحن حاربنا حوالي 21,000 شائعة. كان هدف هذه الشائعات هو محاولة تدمير الشخصية المصرية من الداخل ومحاولة إفقاد هذه الشخصية المصرية لثقتها بالبلاد. تحدث أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على ضرورة أن يثق الشباب في أنفسهم وأن ينظر كل شاب إلى نفسه، وتحدث مع الطلاب والخريجين وقال نحن يجب أن نكتشف قدراتنا من جديد، فالشباب المصري قادر على أن يغير من المجتمع المصري إلى الأفضل. وتحدث أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان هناك العديد من السيناريوهات التي دبرت لمصر لكي تغرق في سيناريو الفوضى، ولكن يجب أن نواجه كل المؤامرات وكل من يريد عدم الخير لهذه البلاد. هذه أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك سيادة اللواء على شاشة أون لايف. أهلا وسهلا فندم. يعني أبدأ معك مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها على ضرورة التنبه لما يحاك لنا من مؤامرات لضرب الدولة من الداخل. هو تحدث تحديدا عن الشائعات وذكر رقم حوالي 21,000 شائعة في 3 أشهر، وأيضا محاولة يعني حرمان المصريين من الأمل في غد أفضل. كيف تقرأ هذه الرؤية وتحديدا هذا التعبير على لسان الرئيس؟ هذا التعبير جاء عن نتيجة شواهد حقيقية ظاهرة في الواقع الآن على الساحة في وسائل الإعلام المختلفة التي تقوم بمهاجمة مصر والتعامل معها في صيغة أو في صورة ما نطلق عليه العمليات النفسية والحرب النفسية. وهذا واضح تماما أن هذه الحرب أو هذه العملية بتدار بواسطة أجهزة مخابرات أجنبية تهدف إلى الإيقاع بمصر والتشكيك في قيادتها وفي أسلوبها وفي سياستها وفي تخطيطها وفي استراتيجيتها الكاملة. كل هذه الشائعات بتبث سموم يوميا، وزي ما تفضل السيد الرئيس وذكر 21,000 شائعة خلال الفترة البسيطة الماضية تناولت كل الأنشطة التي تقوم بها الدولة في اتجاه التنمية والتعمير والبناء والتقدم والخروج من الأزمة الاقتصادية وتصحيح المسار الاقتصادي لمصر. نعم، نشكر الشعب المصري وكل مواطن المصري الذي يتحمل الكثير والذي يسمع العديد ويشاهد العديد من هذه الشائعات في وسائل الإعلام المختلفة ولكنه لا يستجيب له. نشكر الإعلام الذي يساهم في التوعية. الدور لسيادتك، السؤال لسيادتك بتسأله ده أحد هذه الوسائل التي تساهم في توعية الشعب المصري والشباب المصري الذي يركز عليه السيد الرئيس في أنه يجب أن يثق هذا الشباب في نفسه وفي قدراته وفي دولته وفي شعبه وفي قيادته
وأن يتقدم للأمام وأن لا ينظر إلى الخلف أو إلى الأجناب. صحيح. ولكن لنا هدف استراتيجي حقيقي. طب. هو بناء مصر الحديثة. صحيح. الدولة الحديثة. يعني كان واضحا جدا الرهان على الشباب كما ذكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن السؤال لمواجهة هذه الحرب النفسية، ما المطلوب شعبيا من رجل الشارع، من المواطن المصري، لمواجهة هذا الطوفان من الشائعات التي تحاول أن تحبطه وتحاول أن تفقده الأمل في غد أفضل، ما المطلوب منه؟ سيدي الفاضل، الشعب فعلا واعي لهذا الموضوع تماما، واخد منه مواقف واضحة جدا. النهاردة أي قرار بيصدره وزير بتجد وسائل في يعني أكتر من 150 ألف وسيلة تواصل اجتماعي تم شطبها عن طريق الجهة المختصة بهذه أو وسائل التواصل الاجتماعي دوليا، وتقوم بها وبتغذيها دول شقيقة للأسف تهدف إلى الوصول إلى قلب وذهن وخاطر الشعب المصري، وتريد أن تجذبه في اتجاه عكس الاتجاه الذي هو يتقدم فيه ويسير فيه إلى الأمام في مواجهة كافة المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تمرينا بها في السنين الماضية كلها. والحمد لله أن النتائج مبشرة ونتائج عظيمة بإذن الله، وسنشعر بنتائجها الإيجابية خلال فترة بسيطة قادمة. ويكفي أن هناك أكثر من 14 ألف مشروع قامت بهم الدولة خلال السنوات البسيطة الماضية، وده رقم خرافي وضخم جدا. إن شاء الله يتحقق الأفضل منه خلال السنوات القادمة بإذن الله. سيادة اللواء، يعني لاحظنا اليوم في هذا الحفل مشاركة مجموعات من كلية الشرطة المدنية في تخرج دفعات الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية، في إشارة يعني إلى يعني تلاحم جناحي الأمن في مصر ما بين الشرطة والجيش. ما هي الرسالة وراء هذه المشاركة، وبشكل عام الرسالة وراء تخريج هذه الدفعة الجديدة من أبناء الكليات والمعاهد العسكرية؟ هي رسالة تأكيد، لأن هي هذه الرسالة موجودة وأرسلت من فترة طويلة منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزيرا للدفاع في هذا التوقيت، هو وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم ثم جمال، يعني إن لم تخن الذاكرة، وكانوا بيحضروا هذه اللقاءات والتوعيات لتقريب وجهات النظر ولتحقيق وتحقيق وتأكيد وتحقيق تحقيق التعاون الوثيق بين الشرطة وبين الشعب اللي هم زي ما تفضلت حضرتك قلت جناحي الأمن، بل يمتد لأكثر من ذلك. النهاردة الأجهزة الأمنية وأعني بها الأجهزة المخابراتية في تعاون كامل وشامل، فكل هذه المشاركات، الجميع أبناء شعب مصر، الجميع أولاد المصريين، الجميع ينخرطوا في المشكلة وفي الأزمة وفي المواجهة وفي مجابهة هذا الإرهاب البغيض. الجميع يشارك في النهضة في مصر، الجميع يشارك ويساهم في التنمية. فهنا ليس هناك فرق بين الشرطة والقوات المسلحة أو من يعمل في أجهزة وطنية، هناك أجهزة رقابية شديدة، ولنا في ذلك جهاز الرقابة الإدارية وما يقوم بها من ضبط الأعمال الفساد والفاسدين أيا كان موقعهم وأي مكان أيا كان مكانهم. كل هذا يعمل في إطار منظومة ومسؤولة أهدافها في النهاية هو تحقيق التقدم والتفوق في مصر. صحيح. ومواجهة جميع العدائيات الموجودة، ليست شرطة فقط، ليست قوات مسلحة. صحيح. فقط، ليست أجهزة رقابة إدارية فقط، ليس قضاء فقط، ليس إعلام فقط، ولكن الجميع يمشي في اتجاه واحد وهدف واحد، ومصلحة وطننا الغالي جمهورية مصر العربية. أخيرا سيادة اللواء، يعني شهدنا اليوم تكريما لأوائل الدفعات من الكليات والمعاهد العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق أسماء قادة كبار مثل السيد محمد حسين طنطاوي وغيرهم والمشير الجمصي على أسماء بعض الدفعات. أيضا كان هناك تكريما لافتا اليوم تزامنا مع ذكرى 66 لثورة 23 من يوليو، كرم اسم السيد يوسف صديق وهو أحد يعني كبار قادة الثورة وضباط الأحرار، وقل ده بأرفع وسام عسكري، نحن نتحدث عن قلادة النيل. كيف تقرأ هذا التكريم وتكريم اسم بقامة يوسف صديق الذي يعني للأسف نسي كثيرا في فترات سابقة؟
سيد فاضل، هذا التكريم أساس جزئي أساسي في القوات المسلحة وفي الدفعة بالكامل. أنا دفعتي مثلا من سنة 70 كان لها اسم دفعة بشهيد السداوي، السداوي أو السداوي. هذا التكريم موجود. أما كوننا نتذكر أحد أبطال ثورة 23 يوليو، لازم أن نعلم أن ثورة 23 يوليو هي الثورة الأم، هي الثورة التي صححت المسار، هي التي الثورة التي قامت في البداية وعلى أكتافها إدخال مصر أو نقلة مصر إلى مرحلة حديثة، رغم كل ما صادفته من صعاب وتحديات سواء كانت داخلية أو خارجية ومقصودة وغير مقصودة، والدخول معنا في حروب شديدة بدءا من حرب 56 وما يلاها من حروب أو ما تلاها من حروب، كل هذا موجود. فالتكريم هو شيء واجب وهو شيء مقدس، ويجب أن نعترف دائما أو نحيي دائما ذكرى عظمائنا. الدول اللي ملهاش تاريخ ولا ليست لها رموز قوية ولا حقيقية تسعى إلى أن هي توجد مثل هذه الرموز. نحن نفسنا أبنائنا وقادتنا السابقين وشهدائنا وجرحانا ليس رموز ولكنها حقائق. صحيح. حقائق موجودة على الواقع، لابد أن نهتم بها وأن نقدرها وأن ندعاها في المكان المناسب وفي المكان اللائق بها، وبما يحقق الفخر لنا كشعب مصر والفخر والعزة لأبنائهم وأهليهم الذين يتواجدون الآن على الساحة رغم غياب مثل هذه الشخصيات الأهم. اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لك.